انطلاقاً من زيادة التوعية بمرض سرطان الثدي وكيفية اكتشاف هذا المرض والحاجة إلى علاج دائم وموثوق، تمت مناقشة مشروع تخرج لست طالبات من كلية الصيدلة بإشراف الدكتور المعتصم بالله زيتون، والذي جاء تحت عنوان سرطان الثدي، العوامل المؤهبة والعلاجات المطبقة، وذلك على مدرج تشرين بكلية الصيدلة في جامعة دمشق. عنا مشروع تخرج نحن طالبات أو طلاب سنة خامسة عن سرطان الثدي، المؤهبات، طرق كشفه، المعالجة. طبعا هن تناولوا الطالبات شق علمي كمان، يعني اشتغلوا على قسم عملي بالبحث، حاولوا يبحثوا بالمجتمع السوري نحن شو ممكن تكون العوامل المؤهبة بالاختيار لهذا المرض. انه ما في وعي بالمجتمع السوري ابدا لسرطان الثدي، ومعظم من امهاتنا وامهات رفقاتنا ما عندهم ابدا وعي بالفحص المبكر، ومو مدركين خطوره ابدا سرطان الثدي. لهيك احنا حبينا ننوه على هذا الموضوع لحتى نشجع النساء انه يعملوا فحص دوري، انه يهتموا بصحتهم، انه يعرفوا شو هي العوامل اللي بتزيد هذا الموضوع وبتنقص هذا الموضوع ويلتزموا فيه. شعوري بصراحه كثير مبسوطه، عم بحفظ هيك دموع الفرح، كثير مبسوطه عن جد، وشعور هيك ان شاء الله بيوصلوا له كل الطلاب هو شعور التخرج ان شاء الله. صراحة لا بابا وماما اكثر شيء، لانه هن لولاهم انا اليوم ما كنت هون. طبعا راحة كبيرة وفرحة كبيرة، وخاصة انه اهلي وكل اللي بحبه مجتمعين حوالي. طبعا بشكر الدكتور كثير انه كان معنا وكثير ساعدنا. يعني شعور ما بينوصف، يعني هيك فرحة كبيرة بالاخير، وبدي اتشكر ماما وبابا اخواتي سندي هن، ولولاهم كان ما وصلت لهون. بدي اشكر الدكتور معتصم على مساعدته لنا بهذا المشروع، وكمان بدي اشكر اهلي اللي وقفوا جنبي دائما وابدا، واخواتي ورفقاتي دائما رفقات الخطوة الاولى والاخيرة. صح هو مرض منتشر، ولكن دائما في له تطور، دائما في له مفتاح، وان شاء الله الاحسن. يعني بس لاني هون بسبب بابا وماما، وكانت عندي تجربه عائليه لهيك اخترت الموضوع. انا كنت هون اكيد بفضل بابا وماما، يعني مروا 5 سنين كثير صعبين بالنسبه لي، بس الحمد لله كثير قدرت اتجاوزهم بدعم اهلي ورفقاتي. مشاعر مختلطه، لكن كلها مشاعر فرح، مشاعر فخر، اعتزاز، ثقه باني انا صنعت شيء بحياتي. اليوم حسيت حالي اب ناجح. مشروع التخرج جاء بعد 5 سنوات من الجهد والمتابعه والتصميم، وطرح أفكارا جديدة ومميزة، حيث يعتبر تجربة فعلية هامة للطالب ومقدمة للحياة العملية له بعد التخرج.